هي احنا بقالنا فترة بنشهد على نقلات نوعية وتغيرات حضارية وجمالية شديدة الرقي في مصر. يعني مثلا لما نتفرج على تجديد وإضاءة ميدان التحرير، روعة، تتفرج على المتحف المصري الجديد، نتابع شبكة الطرق والكباري وخطوط السكة الحديد، تحس يعني بنقلة نوعية وتغير سريع. لما مثلا تنزل الأماكن الحكومية وتشوف أغلبية الناس ملتزمين في الأماكن الحكومية بالكمامات، فتشعر إن في قانون مطبق بحزم. لما مثلا تتابع مؤخرا التعامل في قضية المتحرش ودعم البنات اللي كانوا خايفين يقدموا اعترافاتهم خوفا من الفضيحة، فتلمس رقي في التعامل مع البنات في هذا الموضوع الحساس، وتطمينات من النيابة العامة بسرية المعلومات وسرية البنت اللي هتدخل تقدم. حاجات كتير قوي 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 من منطلق هذه النقلات الحضارية اللي لمسناها، احنا يعني هنتشجع عشان نحكي على حاجة مضايقانا. تظل هناك طريقة غير حضارية بالمرة وتعسف شديد من قبل بعض المنشآت السياحية على أرض مصر في التعامل مع المحجبات. بيتم التعامل مع أي سيدة محجبة بعنصرية شديدة، بتعالي بوضعها في مرتبة دونية احنا مش قادرين نقبلها. الكلام ده متكرر، بيحصل كل سنة في عدد كبير من الأماكن، مش مقتصر على مكان واحد، يعني فيش مكان واحد بيعمل كده، لا ده كذا مكان. إنك تفتح منشأة سياحية على البحر، سواء كانت قرية سياحية أو فندق أو في بقى الساحل الشمالي، في الغردقة، في شرم الشيخ، في العين السخنة، وتدعو الناس للاستمتاع بقى بشاطئ البحر في هذه المنشأة، وتعمل تذاكر ودخول يعني مش رخيص، فيروح مجموعة من الأصدقاء، بعض الرجال وزوجاتهم، فيدخلوا كلهم بس المحجبة يتم نبذها ويترفض دخولها، وكأنها كائن عجيب مثلا لا ينتمي للبشر، من أكلي لحوم البشر مثلا يا إخوانا، هتدخل تفترس الناس اللي جوه. احنا والله تعبنا من موضوع اللبس ده. أنا معرفش موضوع اللبس ده كل الناس حاطينه فوق دماغهم ليه وزعقين. ما تسيبوا الستات يلبسوا اللي هم عايزينه من غير مضايقات، يعني بتضايقوا الستات في الحالتين، محجبة أو غير محجبة. لو ما تحجبتش بعض الناس تخرج وتبرر التحرش بيها، ويحطوه من أسباب من ضمن أسباب التحرش، وهو الحقيقة شيء غير مقبول بالمرة. ولو اتحجبت تمنعها من دخول الشاطئ مع جوزها أو مع أختها غير المحجبة، يعني تبقى داخلة هي وأختها وجوازاتهم، يتشاور عليها هي إنها ممنوع تدخل، أختها داخلة عشان مش لابسة الحجاب، هي لا ما تدخلش. حاجة قلة قيمة. إحنا إمتى هنرتقي بالفكر ونتعامل مع الستات بطريقة أرقى من كده؟ اللي بيعملوا كده بالنسبة لي ما فرقوش عن المتحرشين، لأن دي مضايقات ودي مضايقات. دي مضايقات من ناحية ودي تضييقات من ناحية تانية على معظم سيدات مصر في الحالتين، في الحالتين. أنا أرجوكم، أنا بشخصي أنا ببعت نداء للدكتور الراقي المحترم خالد العناني وزير السياحة، ودكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، احنا لمسنا منكم رقي، رقي في التعامل مع جميع اطياف الشعب المصري في كل القضايا والازمات. انا بتقدم لكم بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن معظم ستات مصر المحجبات، اللي حظها انها عايشه في مستوى معين، مضطره تدخل منشاه سياحيه مناسبه لوضعها الاجتماعي مع صديقاتها مع زوجها مع اولادها، فتفاجأ ان هي الوحيده اللي منبوذه اللي مرفوضه من التواجد في وسطهم، لان هي اختارت انها تلبس الحجاب، وهو الشيء الحقيقه اللي مش موجود في اي من شواطئ العالم اجمع. يعني الستات كلهم بيتعاملوا بمنتهى الاحترام في العالم كله. نتمنى مراجعه بعض القوانين المنظمه لهذه الاماكن. أماكن كتير تقولك لا دي قوانين داخلية وزارة السياحة ملهاش دعوة بيها، إحنا اللي بنحط قوانيننا الداخلية محدش له إنه يتحكم فيها. فأرجوكم يعني نأمل عدم وضع المحجبة في تصنيف أقل ودون المستوى عن مثيلاتها من غير المحجبات. إحنا بنحترم إخواتنا وصديقاتنا من غير المحجبات، بنحترمهم وعمرنا ما ضايقناهم. من حقنا بقى انه يتم احترامنا احنا كمان، ويتم احترام اختيارنا واحترام طريقه لبسنا على البحر او على حمامات السباحه في كل اماكن مصر. ما ينفعش الست تنزل الميه مع اولادها الصغيرين فيجي لها فرد امن يخرجها من وسط الميه ويحرجها من في وسط اولادها ومع جوزها، وتحصل خناقه كل مره
خلاص الستات بطلت واتضايقت وسكتت وسكتنا، بس النظام ده غير متبع في كل دول العالم، اشمعنى احنا؟ ارجوكم ارجوكم تراجعوا بس النظم دي في بعض الشواطئ ومنشآت مصر السياحية. النهاردة احنا هنتناقش في آيتين، آية عن غض البصر، لانه الناس كتير يعني لما اتكلمنا عن مواضيع التحرش وكده قالت لك غض البصر بس لازم يعني ايه يبقى في ارتباط شرطي، هو يغض بصره وهي كمان تلتزم بالضوابط الشرعية. طبعا احنا بنطالب بفكرة الضوابط الشرعية في كل شيء، لكن اذا واحدة قررت ما تلبسش حجاب هل ده يديله الحق بانه لا يغض بصره ولا يحترم نفسه ولا يحترمها ويبص لها بشكل مثلا يعني في بصه فيها تحرش او بصه فيها انتقاص منها، ما هي اللي مقلعه ما هي اللي عامله ولا ايه؟ هنناقش بقى الايات دي، وهي الايه رقم 30 الايه رقم 31 في سوره النور مع فضيله الشيخ اشرف الفيل. ازاي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ حكي ليك راي في موضوع غض البصر ده، او يعني قبل طبعا ما نقرا الايات ليك رأي في هذا الموضوع، انه وضع فكرة انه ما هي لازم تلبس عشان ما يبصلهاش. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الاول الحقيقة انا عايز اعلق الاول قبل ما ادخل في غض البصر على الجزئية اللي حضرتك تفضلت بيها، وعايز اقول لحضرتك ان ده مش قوانين ولا حاجة، دي بعض ضوابط عملها بعض الناس اصحاب شواطئ، وده مخالف لنظام الدولة نفسه اللي احنا فيه، ومخالف للقانون ايضا ما يفعلونه، وهذا مخالف للقانون. ليس هناك في قانوننا ما يمنع دخول محجبة او غير محجبة، ما فيش قانون ما بيفضلش ما بين الاثنين، ما فيش حاجة في القانون بتقول الكلام ده. هم عملوا قوانين، وقلت لحضرتك لا ده دي ضوابط عملوها هم بطريقة ما معينة، وهقول لحضرتك ليه برضه، لان انا تعرضت اللي حضرتك تعرضت ليه بصفتي انا واولادي، تعرضت نفس التعرض ده من العيد الصغير. ان انا كنت رايح اخد حاجه، رايح اخد تمليك كمان، انا مش رايح اجر ولا حاجه من بتاع. فقالوا لي الاولاد في حته في السخنه كده، يا بابا تعالى عشان خاطر صحباتنا هناك واصحابنا وبتاع وكده. قلت لهم خلاص ماشي اوكي. فروحنا عشان قلت له طب ناخد حاجه كده سنه ولا ست شهور ايجار، بحيث بعد كده تستريحنا المكان نشتري، ما استريحناش ما نشتريش. قالوا خلاص ماشي. فتقدمت للشركه وقدمت الاوراق، وقالوا لي ادينا صوره البطاقه بتاعتك وصوره بطاقه مراتك وصوره عيالك وكل حاجه خدتها. وفي الاخر خالص تم نبذي تماما. فرحت قلت لهم طيب يعني انا مش من الناس اللي بتدور على وسيط، انا ممكن اكلم اي حد وادخل في اي مكان، بس ما عملتش ده. فرحت لهم، انا رحت بنفسي بقى للشركه وقلت لهم تعالوا انتوا ليه رافضيني؟ فاكتشفت ما يلي، اكتشفت ضحاله في الفكر عند كثير من الناس من اصحاب هذه الشركات، ان هم ملكيين اكثر من الملك، ان هم بيعتقدوا ان اي واحد بدقن او اي واحده بحجاب هي منضمه الى فئه معينه والى فريق معين، هذا الفريق هو يعني مخالف سياسيا مع السياسه القائمه في الدوله. فهم متخيلين كده ومتصورين. قلت لهم لا انا مش هتدخل تضايق الناس انت فضلت الشيء. لا انا قلت له انا مش مطالب ان انا اشرح لك ان انا تبع مين ولا فين، انا راجل ازهري. انت هتدخل بقى تبص بقى على الستات وتقول يعني اللي نازلين بمايوهات ولا هتعمل ايه؟ نرجع بقى هنا لحته بقى غض البصر بقى اللي احنا بنتكلم فيها. هو انا اصلا مش من حقي تماما نهائي ان انا انظر الى اي امراه كانت محجبه او غير محجبه، بمجرد ما اعرف ان هي واحده ست مش من حقي ان انا ابص عليها.